هاي الاتفاقية لازم تتوقع نهاية الأسبوع. بعرف أنت حابب أنك تستلم المبلغ قبل نهاية الأسبوع، بس أنا مجرد مبعوثة يا بدر بيكو يلي رح يوقع هو ستيف. ونوها سينانير؟ والله بعرف، أنا مو حابة أنه يتأخر الموعد ولو ساعة واحدة، واليوم مسافرة على لندن بس مشان هالشغلة. لو سمحت لا تتوتر وانتظر مني أخبار منيحة. الوقت مو لمصلحتنا بنوب. والله رح ساوي كل شي بيطلع بإيدي وما رح أقصر بنوب. وساق فيني أنا ماني غريب، أنا مستشاره الشخصي لعمر. طالما عم بتقول إنه تحسن وصار وضعه منيح خليني فوت شوفه شوي. صدقني بس عمر يسمع صوتي رح يفتح عيونه ويحاكيني. أنت بس اسمح لي خليني شوفه شوي ماشي؟ عن جد ما رح ضل كتير جوا، وبس حس إنه تعب رح أطلع فورا. ممنوع يا أخي، التعليمات بتقول إنه ممنوع يفوت حدا لعنده إلا الموظفين بالمستشفى. والله بعرف، بس إذا شفته شوي ممكن حل مشكلة عويصة. أقسم بالله ما رح ضل عنده أكتر من كم دقيقة، وإذا تأخرت فيك تفوت لجوا وتطالعني. أنت عم بتحاول على الفاضي، هذا الزلمة تحت المراقبة، يعني حتى لو صحي ما رح يشوف حدا لحتى تتاخد أقواله كله وينتهي التحقيق ويوافق القاضي. رجاء خليني شوفه، رح ساعدكم مشان يتحسن ويمشي التحقيق. ها هاي فتح عيونه، طلع كيف فتح عيونه. طلع قلتلك أن عمر رح يعرفني من صوتي. عمر شفت كيف فتح عيونه حضرة الشرطي؟ خليني بس فوت شوفه دقيقة واحدة، والله العظيم ما رح ضايقه بنوب. لو سمحت امشي من هون ومن دون مشاكل، لا تخليني طالعك بالقوة. يلا انت ليش هيك عنيد؟ خليني فوت شوفه شوي. اذا بتريد امشي من هون. طيب نزل ايدك. ليكني رح امشي. شتالجي شتالجي حاول تقوم بسرعة واعطيني اشارة بس تسمعني، انا بحاجة لمساعدتك. عم تسمعني يا شتالجي؟ نسيان انه هون مشفى؟ خليك هادي، نعرف انه نحن بمشفى. مرحبا. ما عم يقبلوا حدا يزوره. مو مشكلة طالما هو تجاوز الخطر. معلش مو طالع بإيدنا شي غير نصبر. نصبر آخرتها رح يصحصح ونعرف كل الموضوع. معناتها بشوفك. الله معك، تصبح على خير. أهلين. خليك ورا اس ان سي جي. ما فهمت شو قصدك؟ جنبك. هي بانا انا عم حذرك. خديجه بانا شو في؟ ما في شي مؤيد. تعال فوت لجوا بنتي، بسمني حتى ما تاخدي برد. ديروا بالكم على حالكم. يلا بخاطرك ماما. مع السلامة. أكيد رح تقول لمؤيد. لا مستحيل أختك بانا تقول له أي شيء. ليش ما عم تقولي لي شو صاير؟ يعني إذا هذا الشيء بيخص الشغل أنا المفروض إني أعرفه. شو صاير؟ مؤيد لو سمحت أنا ماني طايقة اسمع سيرة الشغل نهائيا. Thank you.
جميلة خانو، انتو بتحبوا تشربوا اي شيء مع العشاء؟ لا لا تجيبي مشروب، اصلا بدر بيك تعبان من امبارح مانو نايم، اكيد هو رح يتعشى ويفوت يرتاح، وانا مو جاي على بالي. مثل ما بتأمري. فيروز ومهند يا بدر لازم صوتهم يختفي. قصدك ننظف الوسخ، وطبعاً أنت مفترضة أنه أنا اللي زحته لعمر؟ ما بيهمني هاد، بس مهند قنبلة موقوتة ممكن تنفجر بأي وقت، وقت بتنفجر ممكن. مهند لعبة بين إيدي، وبعرف منيح كيف ما خليه يشكل أي خطر علينا. مهند سهل، شو ما صار يصير بصراحة مالي ناوي افتح جبهة معهم. لما حكيت اللي عندي ما حكيت بشكل رسمي، اللي بده ينشر غسيلهم الوسخ يصطفل ينشره مثل ما بده، بس أنا مالي دخل بالقصة. رحت تشوف عمر؟ ما سمحوا لي شوفه. خير يا معلم؟ ساعة بتقلي الموضوع ما بيهمك وما بدك توجع راسك، وساعة بشوفك بقلب الحدث. هلأ أنت بتعرف شي مرة اسمها ميلدا يالجن؟ ميلدا شو؟ ميلدا يالجن. يالجن؟ لا، شو علاقتها؟ طيب بتعرف شركة SNCG؟ بالأول فكرت إنه الاسم المختصر لشركة سينانير، بس وقت اللي دورت بالإنترنت عرفت إنه هاي شركة أجنبية. شو هاي؟ أهلا وسهلا. خير إن شاء الله؟ ما في شي، بس قلت خليني استقبلك. عنك؟ ما في داعي. شو تعبان بدر؟ لا مو تعبان. شو صار بالمخفر؟ حكيت كل شي عندي وطلعت. هاي تاني مرة بيستدعوك. صحيح انك تأخرت لسافرت على قطر؟ انتي عم تحققي معي يا خانو؟ قلي لي لوين بدك توصلي. معقول يعني حقق معك؟ انا زعلاني لانك كذبت علي، يعني كان المفروض تخبرني. كنت مشغول. طالما خبيت عن الكل معناتها شغل سري كتير. هلأ اطلعي لأنه رح اشلح، بس يعني إذا حابة تبقي انت بتعرفي اني ما بقول لا. طيب غير تيابك وتعال نتعشى لأني رح موت من جوعي. جميلة خانو، من شوي وصلت لك رسالة. جميلة إذا بتقدري حاكيني. أنت بتعرفي شركة اسمها SNCG؟ SNCG؟ بتعرفيها ولا لا؟ بعرفها، هي من أكبر الشركات المالية. معناتها هي المرأة عم تشتغل عنده. أي مرأة هي؟ ميلدا يالجن. بدر الواطي ليلة مبارح التقى مع هالمرأة بالسر وقبل ما يسافر على قطر. من وين عرفت؟ أنت بدك العنب ولا بدك تقتلي الناطور؟ المهم أني عرفت. إذا كان في شي ملعوب بالشركة فهي المرأة هي المفتاح لحتى نكتشف الخيوط تبعه. طيب حاول أعرف عنها. لا لا، أنا ما قلت لك تتدخلي، بس سألتك إذا بتعرفي شي عنهم مو أكتر. أنا لهلأ ما بعرف شي، بس رح حاول. ليكي جميلة، أوعيك. تمام. جميلة. مهند أنا لازم سكر. جميلة أوعيك تتدخلي، بزعل منك. خلص مهند بشوفك. جميلة. آه.
شو هالسفرة الحلوة اللي مجهزتيها؟ لا تأخذيني من تعبي، ما لاحظت التحضيرات المعمولة مشاني. يلا ننزل. وإذا بدك منفتح عنينة مشروب. معقول؟ أنا المفروض أني ما ألا ما رح تقعد عقلي. هي جميلة عنيدة وما بتتراجع أبدا، وهلأ أكيد رح تبحبش. إن شاء الله ما تعمل شي مشكلة. ما قدرت إلا بقيت هالبحصة. يا ابني تركها تعمل اللي بدها إياه، هلأ هي أقرب حدا من بدر مو هيك؟ جميلة بتقدر تعمل اللي ما بنقدر نعمله، بس المهم إنه ما توقع بشي مشكلة. أنا ما صح اللي فوت على النت اليوم إلا بالسيارة. لقيتك كاتبة بوست حلو كتير، وعامل ضجة. معقول هالشي؟ والشخص المقصود فيه للأسف مو أنا ولا أي حدا. هو هالجملة شفتها بفيلم مبارح وعجبتني فكتبتها. أصلاً أنا ندمت ومحيتها، بس أني عملوها قصة. بس كان لازم تنتبهي. لا ليكني اجيت وموبايلك مسكر كمان. لو انا عملك انت ايامت القيامه. خلص شحنه. شو ساوي؟ انا شو ذنبي اذا خلص الشحن؟ انا والله العظيم كنت رح انزل هلا وروح دور عليك بالشوارع. لك شو مفكرني ولد صغير؟ بعدين يلي كاتبه ربك بيصير هيك لكان. طبعا طبعا. طيب وين كنت؟ قلت لي الصبح طالع على الفرن. رحت لهنيك ورحت على الخماره وما لقيتك، ومبارح كمان مو رايح لهنيك. برافو، مو ناقص غير تحبسني. شوف بابا، أنا بتهمني شغلة واحدة، أنا بتهمني صحتك وإنه ما تشغل لي بالي بنوب. لك شو بدك يعني أقدم لك تقرير وين رحت وين إجيت؟ حبيبي أنا حرب حياتي، تركوني. أستغفر الله. وقف مهند. بابا أنا مو ناقصني وجع راس أبدا. أنا حاسس إنك واقع بمشكلة لهيك عم بسألك. طيب قل لي شو المشكلة، بلكي بقدر ساعدك. بالوقت المناسب رح أقول لك. لحظة، شو قصة هالوقت هاي؟ شو في داعي للتأجيل بابا؟ قلي شو القصة؟ في مرة عم شوفها اسمها أينور، نيتي جدية، بس يجي الوقت رح أعرفك عليها. انت اقعد كل لأني أنا متغدي معها. شبك؟ ليش عم تطلع؟ أنا رجال عزابي، ممنوع يعني يكون عندي رفيقة؟ هي حبيبي، ما في مشكلة، أنا هلأ بالمحطة عم عبي بنزين للسيارة، بس أوصل على البيت بحكي معك، لا تخاف ما بتأخر أبدا. طيب حبيبي روق شوي، ما في داعي للعجلة. ما لازم تعملي هيك ابدا. والله شغله غريبه، كل الناس بدهم يتدخلوا بحياتي. والله مو تدخل يا حبيبتي. لعنت olsun. Evet. Birinci hatta karın var. İkinci hatta da sevgili. Bunu düşünmüş olabilir mi? Hoşça kal.
Merhaba tatlım. Ben de seni seviyorum. Olumsuz. Onu kontrol etmek için Batı'ya gidiyorum. Lanetlendik. Hayır, lanetlenmedik. Artık zeki olduğum için hoşlanıyor. Eğer bu başımıza gelmeseydi bunun hiçbirini yaşamayacaktım. Kozmik... Muhannet Lawin. عندي شغل. لا تاخذ المفاتيح. لا تخاف بابا. مو معقول تسوق السيارة قبل ما تاخذ الشهادة. أي شرطي هلا بيوقفك. خلص مو ناقصنا مشاكل. لا تخاف ما راح يصير شيء. استغفر الله. أنت فوت نام يمكن تخاف. خلص مهند عمل لك لا تاخذ هالسيارة يعني ما بقى تطلع غير فيها. لك تعال هون اسمعني. يعني لازم تشغل لي بالي؟ أنا مع مين عم أحكي لك؟ أنت ليش ما بتسمع الكلمة؟ مهند. بيسعدني أعرض تجربتي الرياضية قدام الجمهور مشان يستفيدوا منه. بالحقيقة أنا حبيت الرياضة من لما كنت صغيرة وحاولت شارك ببطولات المدرسة، بس مع الأسف ما قبلوني ضمن الفريق لأنه المدرب قال مستواي أقل من مستوى رفقاتي. هالشي أحبطني بالبداية، بس بعدين الإحباط تحول لتحدي وأصريت أفرض نفسي على الفريق والمدرب، ولهيك بلشت أتدرب بشكل يومي من دون توقف. ساعدني أبي بالبداية، بعدين تعرفت على رياضي قديم قدم لي شوية نصائح وشجعني كتير على الاستمرار، وبقيت على هالحالة 6 شهور متواصلة لحد ما إجا يوم أعلنوا فيه عن بطولة المدينة للهواة. فرحت فورا سجلت اسمي ودخلت على المنافسة وقدرت حقق المرتبة الثانية. هالشي فاجأ الجميع وخاصة المدرب يلي رفضني من قبل، وصار هاليوم نقطة تحول بحياتي. وبعدين نهالت علي عروض من الفرق والأندية المحلية ومن المدربين كمان، بس أنا رفضت وقررت انضم لفريق مدرستي وحققنا سوا بطولة مدارس المدينة. وبعد هالخطوة بلشت مرحلة جديدة على طريق الاحتراف. ألو؟ مساء الخير. مساء النور. الاتفاقية التغت يا بدر. كيف؟ نحن هلأ شو فينا نعمل؟ لا تعلق آمالك على ستيف، بس برأيي إذا نزلتوا السعر شوي وجددتوا العرض ممكن يفيدكم هالشي. يعني أنت عم تساوميني؟ هلأ لعيب ما بتمر علي؟ أنا عم أقدم لك اقتراح مو أكتر ومو مضمون كمان. أنت أدرى بشغلك يا بدر. تحلي الباب إذا بتريد، جاي أشوف أمي. شو بدها؟ شو ما سمعت، أنا جاي أشوف أمي. ماشي، انتظر هون وأنا بخبرها. يلا راح استناك هون.
طبعا انتو شايفين قديش نحنا متضايقين، فلقيتوها فرصة لحتى تستغلونا، ما هيك؟ الشغلة واضحة. خلص خلص، انا بفكر الموضوع وبرجع بحكيكي. جميلة، شو عم تساوي هون؟ قولي شو عم تساوي؟ كان لازمني شغلة من الانترنت بس قلت بطبعها. بدر انتي، لك انتي جنيتي، شو هدول؟ بدر والله الموضوع كله مجرد فضول مو أكتر، وما في شي ببالي، بس كان بدي شوفهم. والله امشي قدامي. بدر امشي وطي صوتك. بدر على مهلك وجعتني. بدر امشي. بدر خليكي هون لحظة. بدر انت شو عم تساوي؟ اذا بيطلع صوتك بخلص عليكي. بدر لا تقفل الباب علي. تفضل. بدي شوف بدر بيك لو سمحتي. انا مهند تيكينو. مهند تكين أغلو. ماشي ماشي سمعت. شو عم تساوي هون؟ في موضوع مهم. عم اسمعك. هون بدك نحكي؟ لا، ولو تفضل لجوا على الصالون ضيفك قهوة ونقعد أنا وياك وجميلة مع بعضنا. من كل حالك يعني رح أعزمك لجوا؟ مو مشكلة، رح فوت بالموضوع دغري وما رح أخذ من وقتك كتير. بخصوص صاحبكن عمر، كان حكي لي شغلة يعني قبل ما يصير معه الحادث بكم يوم. سبحان الله، تقول كان عرفان شو اللي رح يصير معه. شوف الصدفة، منيح اللي لحق وخبرني. اختصر، فهمت انه القصة متعلقة بالشغل، ووحدة مو متذكر اسمها منيح هلأ، يمكن ميل دايالجن، وذكر لي اسم الشركة تبعها. ايه سيني جي جي. لا مو هيك، اس ان سي جي حكالي عن الاتفاق اللي صار بيناتكم. يعني أنا صرت هلأ عارف شو هي اللعبة الوسخة اللي عم تلعبوها بالشركة. اللي شو بتعرف؟ شو في بالشركة؟ بدر افتح الباب وبلا هالحركات. انت أصلاً مو عارفة راسك من رجلي. لا يا بدر. هذا صوت جميلة؟ ايه، وإذا شو بيهمك؟ خير شو صاير؟ شو دخلك؟ لك انت شو دخلك بحياتي وبمرتي؟ ها بدر، لك شو عامل معه؟ ولا اوعك تتجاوز حدودك. واحدة عم تنده لجوزها، بتحب تعرف مشان شو هلا عم تناديلي؟ كنا بجو حميمي لما اجيت وحضرتك نزعت لنا السهرة، فلو سمحت احمل حالك وروح من هون. وبخصوص الحكي الفاضي اللي كنت عم تهدد فيه، شو ما بدك اعمله وكتر كمان. شو ما بدك، شو ما كنت بتعرف انت وشريكك، انا ما بخاف من حدا. ليك الشرطة قدامكم، احكي لهم شو ما بدك. مين أصلاً رح يصدقك ومين أنت؟ بكرة منشوف. وعمر عمل لي وكالة رسمية. ايه ألف مبروك. من هون ورايح رح نلعب كتير مع بعض، واعتباراً من بكرة الصبح رح شوف هالدخنة الوسخة من وين عم تطلع. لك بدر افتح الباب عملوه. تعي لهون، شو بدك بهالشغلة؟ لا وزني افتح الباب بقى. والله حرام، خلينا نفتح له. بوس ايدك ما دخلنا، تعالي عم نطبخ. افتح الباب. أنا مو خايف من حدا بنوب، لا عمر ولا غيره. وليكو طريق الشرطة قدامك، روح وعمول اللي بيطلع براسك، وما رح تلاقي غير البهدلة. نتواجه ولا تقرب من هون. بعد عن حياتي وبعد عن مرتي.
أي حابة تصور معي. سكتي سمك العمى شو وقحة؟ مو أنت وعدتيني ومتفقة معه كمان وبكل وقاحة جاييني لهون؟ أنا؟ مع مين متفقة؟ شو قصدك؟ مهند لساتك عم تحكي معه. خدي مو معقول. خدي 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 خديهم كلهم وركدي عطياهم لحبيبك. ليكو برا شو ناطرة؟ مهند كان هون؟ أقسم بالله أنك وحدة غشيمة لك، هذا الزلمة عم يستغلك وأنت لساتك مثل اللعبة بإيده، ومع أنك بتعرفي أنه آخرته وخيمة ورضياني تعملي هيك. لك خلاص بقى، ما عاد بدي ضل معك ولا لحظة، وأنا بكرة بحكي كل شي بعرفه. ما بقى يهمني، روح بلغ الشرطة، أنا ما بقى خاف منك. قاتل فرحات انعرف، وإذا كان مهند هو يلي أخده على الغابة ولا صاير العكس ما بقى تفرق. مهند أكيد ما دخل، تهديداتك فشلت. وجود سلاح بسيارة عمر ما بيبعد عنه الشبهة. اللي مخطط لهذا الحادث هو اللي حط المسدس بسيارته. وشو عرفك انه مخطط له؟ هذا بضل احتمال، ولسه التحقيق ما خلص، ومهند مو بعيد عن الشبهة. كلمة واحدة مني ممكن توديه على حبل المشنقة. ما فيك تعمل هالشي، بكرة بتشوفي. انت من كتر المصايب اللي مبتلي فيها بالشركة ما بقى فيك تهددني اصلا. حياة مهند مرتبطة بكلمة واحدة مني، تعرفي هالشي؟ انا كنت شاهد على اللي عمله مهند بالغابة، واذا بروح بحكي هذا الشي للشرطة طبعا وقتها هني رح يمسكوه ويرموه بالسجن فورا. فهماني شو عم قول؟ ولبين ما يثبت براءته إذا كان بريء أصلاً بتمر سنين، ما بيبقى لكم شي مع بعض، وهي الاتفاقيات يلي من ورا ظهري ما بتنفعكم. مو متفقين على شي بنوب، وما في شي بيني وبين مهند. إذا بدك خد تليفوني وحول مكالماتي لعندك، فيك تشوف مع مين عم أحكي. أنا لساتني على اتفاقنا. طيب مو مشكلة. خديهم لك، أنا عم أعطيك إياهم بإيدي، وشو بدك أعملي؟ أعطي إياهم، أنا مو فارقة معي هو اللي راح يتورط. يلا خديهم وروحي الحقي. يلا خدي خدي يلا. بس من هون ورايح أنا ما عاد أسكت ولا تلوميني أبدا. ألو أمي، في موضوع كتير مهم. يسلموا. أهلا وسهلا. شبكي روحي، إذا المكان مو عاجبك من غيره. شو رأيك نسافر لبرا؟ خير، شو إجا عبالك؟ نحن ما عنا مرتاحين هون، منروح على أوروبا على أمريكا أو ما منرجع أبدا. أنا عم بحكي جد، لا تضحك مؤيد. طيب طيب، وهيك من ربي قبلنا بمكان مريح، وهنيك منقدر منبلش شغل. ما بتزبط؟ يعني ما عم لاقي سبب مقنع لهالتغيير المفاجئ، وبعدين شلون رح نقدر نتابع من هنيك كل شغلنا يلي هون؟ أنا ما كان قصدي نعيش حياتنا هنيك ونتابع شغل هون، قصدي نبلش كل شي من جديد وننطلق من الصفر سوا، وما نستفيد لا من عائلتنا ولا من وضعنا. ما بعرف، يعني بظن انه الفكرة مو منطقية هلأ بنوب. جربنا من قبل وربحنا التحدي اللي حطته أمي، وقدرنا ننجح سوا بدون ما نستفيد من إمكانيات الشركة.
صح معك حق، بس الوضع هلأ تغير. كيف يعني؟ قبل ما كان عندنا شيء نخسره، مثلا كان ممكن نخسر بعض. ليكي بانا، نحن بنينا كتير وتعبنا كتير، أنا وياك تعبنا، ما هيك؟ هلأ معقول فجأة نترك كل شيء ورانا بنص الطريق ونروح؟ بعدين نحن استفدنا ماديا منيح من شغلنا سوا، فشو بدنا أكتر؟ ولسه في قدامنا نجاحات كبيرة، وأنا متفائل وشايف إنه مستقبلي راح يكون معك كتير متميز، وبعدين المجموعة بحاجتنا. يعني إذا شي يوم نهارت هاي المجموعة، وقتها ما عاد رح تكون بحاجتي؟ بانا شو هالحكي اللي عم تقولي؟ ليش في احتمال إنه المجموعة تنتهي؟ لا أنا كنت عم أمزح، عم أفترض من عندي، أنسى. حان الوقت لظهور الحقيقة كاملة، حقيقة ماضي جميلة هاكمان التي تسابقت الصحف لوصفها بالملاك البريء وجعلتها بطلة مقالاتها. هذا ضروري كي لا تخدعوا قراءكم أكثر. إن جميلة شاياك التي تحتل اليوم أغلفة مجلاتكم بصفتها الزوجة المتلألئة لبدر هاكمان كانت مخطوبة لزوج بانا سينانير الحالي مؤيد تيكين أوغلو، وفي نفس الوقت كانت على علاقة مع أخيه مهند المتزوج أصلا. جميلة شاياك لم تكتفي بالإيقاع بين الأخوين. كيفك زينب؟ الحمد لله. آسف عم بزعجك بهالوقت، بس بدي منك خدمة. تفضل. لازمني رقم جان قطمان أغلو إذا ممكن. ليش شو صار؟ ولا شي، محتاجه بشغلة. طيب ثواني رح طالعه من التليفون وببعته. شكلك بمكان معجوق، إذا مو فاضي من أجله. مو هيك، بس معزومة على محل، يلا شوي وببعت المسج. طيب مو مشكلة، يسلموا. ماشي، شكرا كتير زينب. على عيني. مزبوط هالحكي؟ عن جد الشركة وقع بورطة كبيرة وفي احتمال انكم تخسروا كل شيء؟ مو مضطر جاوبك بكرة، بتعرفي إذا بدك خدي هالوراق وروحي، وإذا بدك فيك تضلي كم يوم وبيدوب التلج. بس إذا لهلأ ما عرفتي هالتصرف بشو ممكن يفيدك وبشو بيضرك، فأنا ما ضل عندي كلام أقوله.
إذا بتقدر حكيم. ألو. ألو، خير؟ شوفي، أنت إجيت لهون؟ إيه، مريت على القصر لأنه شغل بالي بصراحة. خفت تعمل شي ورطك بالمشاكل. توقعت يصير شي بيناتكن بعد ما حكينا، لهيك قلت بروح وبضل قريب.